حدنا من ابني كان دار خالتي ام الامينه، وتحت منهن على الشمال حياه الحج عبد خريبي، وبيتنا احنا بيننا كانوا دار خالي ابو جابر، وحد دار خالي ابو جابر واحد يقولوا له حسين ابو رصين، وجنبنا حد الحج عبيد دار شبابه، فوق دار شبابه على الشمال كان واحد محمد ابو انور، حياه ابو انور مرته فاطمه اسمها، لقدام كان علي العبد، وبال علي العبد كانوا دار ابو راجح من مجد الكرومن، بس كانوا ببلدنا. وفوق الساحة تحت بلدنا كانت في دكان علي العبيد لحام، حد منه الفرن، هذا اللي أنا بعرفه بالتاريخ. شو اسمه يا الحي، شو اسمه، شو كان اسمه هذا الحي اللي كنتوا فيه؟ الحي الغربي، الحي الشرقي. 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 تحت منا كان نايف أبو ظلام. وقبال دار نايف أبو ظلام على الشمال وأنت رايح تسوق أبو عتبي. كانوا دار حسن دعبس. ترجع على اليمين. بيت ولا بيارة كان عندنا هناك؟ لا بيت. على اليمين كانوا دار عيسى الحج أحمد أبو محمود. مرته وعمته لأبوه. وقبالهم كان في الحكورة لدار خالتي أبو الأمين. شو كان مزروع فيها؟ أعطونا إياها إنا زرعناها ملوخية. ما كان فيها شجر؟ كان فيها تين. فيها عديالة تين كان، وفي رمان. قدام منها لجيت الإبل كانت في حكورة لخليل الأطرش أبو لم علي. وحد منه كان دار خالي قاسم البرناوي. والطريق تودي لوين؟ على البيارة تاع دار خالتي. وانت نازل على البيارة كان من خالتك؟ أبو الأمين علي خريبي المختار. على الشمال كان دار صقر. وانت نازل على البيارة عند دار خالتي. هاي اللي أنا بعرفه. على اليمين كانت في حفورة لصالح خريبي. أبو لا نايف خريبي. ونسأل البيارة تاع الدار خالتي، وقدام منها كان يقولوا طريق صخب. الطريق كانت قريب كثير من البيارات ومن المنشية القرية؟ لا منيحة. كم متر تقريبا كانت من فوق الطريق؟ 600 متر 700 متر. بعيدة؟ لبيارة دار خالتي. على يمينها تل يبين عليه تل الفخار، بس حدوده من تحت. هو جبل وبعد منها في شارع صفر، هذا اللي انا كنت حاجة. تتذكر الدكاكين اللي كانوا بالقريه؟ شو دكاكين وين كانوا ولمين؟ بالساحه كان في علي العبيد لحام، حد منه الفرن نمره الياسين يقولوا، وده دكان كنا ليوسف الطري. شو كان ابو ليوسف الطري؟ سيبيها شغلات ما كان في هاي النقرشات من هالشيء، يعني الراحة هاي من مخلقنا بنعرفها، والملبس هذا الحبل الكبير، وروح النعنع هذا قديم يعني، غير ولا هاي اللي بوعى الدكاكين كانت فعلا. كان في محل بيع كبير مثلا؟ لا محلات كبيرة ما محلات خضرة، ما خضرة فيش؟ خضرة مين بدي؟ كلها خضرة. وكل العالم فلاح هناك، واللي تمرق عليه نقي بندوره يحملك تحمل اللي بدك اياه، قلت او قلت لا بتنجان اللي يكون زارعه. ليش الملوخيه حدا كان حياته امه باليمين زرع بندوره مره زتها بالارض، ليش بده يوديها على عكا؟ قاموا طلبوا منه الحمولي عليه، اجار الحمولي على عمه بالامين، أجال الحمولي ما بتطلعها، زبائع البندورة ما بتطلع حقها، فضل يكبها بالأرض وما ياخذهاش على العبد. فور عمي هاي بلدنا.
تعرف حدا كان يشتغل بنات في الدبوية، اشتغلوا نسوان او بنات؟ بقولوا كانت المحمود فاطمة الورد الصبحية كنا اشتغلوا في الدبوية، صبحية مين؟ أختها صبحية الورد. كانت حياة فاطمة السيد أم إبراهيم. بتعرف بتتذكر بشو كانوا يشتغلوا او بالخضرة عمي، بالخضرة؟ هذول يشغلون بالخضرة. بالجهاز كان حياة هاشم عرابي أبو كمال، كان مسؤول على قسم الجهاز، لأن الدبوية عندهم مهمة المختبر، قلت لك المختبر. أبوي كان غفير، يعني يتركوا أرضهم ويروحوا يشتغلوا بالدبوية، لأنه في مصاري وفي إفادة بالأكل والشرب. جدي أبو الأمين اشتغل بالدبوية شيء؟ نعم. جدي أبو الأمين اشتغل بالدبوية؟ لا، أمو بالأمين، لا أمو بالأمين مختار، وكان بدوش المخطرة، يعني الدولي حكمت عليه إنه يضل مختار، لأنه أمو بالأمين من ما خلق أديب محترم إلى أخوه. عمي ما لو مش نجاري، عمي يمكن المخطرة خربت بيته. لو بدك تعمل اوراق، بدك تسوي اوراق يعمل لك اياها حسام ابوه، ما يطلب منك مصاري او يطلب منك. هذا كان يشتغل بارضه؟ ارضه البياره تاعتهم. لا ما اشتغل.